دخلت باش تعمل عملية على ظهرها. كانت صغيرة شوية وخرجت على غالب مسكينة بخطأ طبي، خرجت مضرورة معناها جسديا. دونك كلمتنا وجهين وحبت توصل حكايتها معنا. جهين بالتليفون، قول ألو. عسلام. عسلام، مرحبا. أهلا وسهلا، شنو حوالك جهين؟ الحمد لله. إن شاء الله تكون في صحة به. كبر اسم الله عليك. احكي لي جهين، قلت بسبب خطأ طبي كأنك فرقت السعادة. اسم الله عليك. اي صحيح. طاني خطأ طبي في بيت سعدون. وقل لنا الفترة وقتش الحادثة صارت. 14 اكتوبر 2010. عند 10 سنين. ايوة. عملت عملية سبيتار صغار على العمود الفقري. اي سبيتار صغار بيت سعدون. اي عمليات على بقايا الروح. خرجت في كرسي ماشي. لطف عليك. والطبيب ما حبش يستعرف اللي هو عمل العمليه. شو ما حبش يستعرف اللي هو عمل العمليه اصلا؟ اي ما حبش يستعرف للي انا للدار، قال له انا ما عملتش، يعني اعطيني ما يثبت. عجيب، ما فما ما يثبت اكيد يا اخي سبيتار، ما فماش اوراق فما شيء. اكيد انا عندي قسم ميديكال نتاعي، فما اسمه وفما كل شيء معناه. ايوه كل شيء مكتوب. اي فما الكاشي نتاعو وفما كل شيء. فوالا. اي شكيتش يومنا هذا؟ قعدت بعد كان عمل في 6 شهور في المساج في بيت سعدون. وفماش حتى شيء معناه، حتى نتيجه. وبعد خرجت من بيت سعدون قعدت نعمل 6 سنين مساج برا في اريانا. بربي سامحني يا جهين قبل ما نوصلوا لغاديك، انت العمليه نورمالمون معناها وقت اللي قالوا لك باش تعملها كانت عمليه بسيطه ولا قالوا لك راهي عمليه معقده، ولا قالوا لوالديك اكيد هما معاك وقتها عمليه معقده ولا عمليه بسيطه؟ قالوا لي حتى شيء، قالوا لي باش تعمل عمليه على ظهرك وأي مات وترجع معناها. عندي معايا بابا كان تحب يعطيك تفاصيل ما يصيرش. جست نحبوا نفهموا اي اذا كان العمليه كانت بسيطه. اي تفضل. مرحبا بيك. ربي يلطف بجهين. كان تعطينا بربي جست تقول لنا وقت اللي خاطر هي صغيره وقتها مشات تعمل في العمليه، العمليه وقت اللي مشيتوا باش تعملوها كانت عمليه بسيطه على ظهرها ولا هي عمليه معقده؟ العمليه ما كانش على العمود الفقري. مالها؟ العمليه هي كانت عندها شيخها ما تعرفش على القدم، ما تعرفش على المشطة. أيوة. من عمرها 6 سنين. قعدت الدكتور يبشر فيها، قال لك ما نجموش نعملها عمليه ما تبلغ. ايوه تبلغ وهي تقرا وكرطابه وزينه وتهزها تعوج لها ظهرها شوي. اها تعوج لها شوي. قاعد يعني فك ستاف وعدي فيها من عام لعام لعام حتى تقريبا 5 سنين و6 سنين تحركت انا وياه. قال لي ما انا نقدر نعمل لها عمليه على العمود الفقري باش نسولها الكرومه نتاعها ومن بعد نعمل لها على الشيخ. عملنا لها حديد من برا. هم هم معاقم غاد عملوه والحديد. من بعد كي عملنا المساج عملنا العمليه الاولى والثانيه. الثانيه ما نجحتش، عاودوا في عشيتها عاودوا رجعوها للعمليه الثالثه. وباي تعرفوا الخمسه عاودت رجعت 8 للعمليه. فهمتني؟ من بعد عطاها مساج بحذاه هو غاد. قعدت تقريبا شهر ساقع ما تحركش. بعد هذا عمل اصلاح في الرابطه وخلاني في الرابطه. بعد الرابطه مشوا عطوني ورقه باش ما نعرفش شنو هو يحط فيها اللي عطوها لي الطبيب في الرابطه، ما حبش ياخذها. والو الطبيب نتاع الرابطه قال لي ليه هو عنده كل نهار 3 يجي للرابطه يعمل فيزيتات نتاعو محاكاه نتاعو غادي تو احنا ناخذوها من عنده، خذوها من عنده. بعد عاود رجعت وما حبش وتو 10 سنين وتو الحديد جا لها. باهي سامحني سامحني، كيفاش عرفتوا اللي هو خطا طبي؟ معناها ما خطا طبي هذه تمشي على ساقه تقرا وسط سيزيام خذت سيزيام وباش تمشي رسمتها في اللي فيه. وهو الاول قال لي برا رسمها وخذ لها الكتب وكم تهني على العمليه، راهي العمليه ناجحه 100%. ايوه فهمتني. هي الطفله دخلت تمشي على ساقها تقرا تصورها موجوده تمشي نظر تقرا فيها موجوده. ايوه ايش تقول الشيء هذا؟ عملنا هو العمليه، عملنا ربع لون العمليه. قال لي باش نعملوا له ربع لون العمليه بالطول على ظهرها. ربع ثانيه قال لي باش نعملوا بالعرض. ربع لون عمل العمليه خرج جرحك وقال لك عمليه ناجحه ومريقله. ايوه ربع ثانيه ما ريتوش. خرجت الطفله 5 من العمليه. قعدت بعدها تريف وروح. انا ما زلت نسكن في رواد، ما زلت ما وصلتش لريان. امها كلمتني قالت لي راه عاوز رجع العمليه.
وسامحني شنو اسمك سامحني؟ انا اسمي عمار. باهي سي عمار، شكيتو؟ مشيتوا شكيتوا هزيتوا الدوسي ومشيتوا شكيتوا مشيتوا وضحتوا؟ والله ما لقيت حتى حل. ما لقيت حتى حل؟ ما لقيتش. انا عايز ما عنديش شكايات. انا محامي وقتها جارنا زعما قلت له تكلفني بالقضيه قال لي ما نجمش. من بعد هذاك ثابت الكومنتات ثابت على الفيسبوك ما معناها ما مشيتوش ما رجعتوش للسبيتار توا 10 سنين راهو مشى اللي مشى ونقل اللي نقل و... ما حبش يستعرف بيا ما حبش الطبيب هو ما حبش يستعرف وعندكم اسم الطبيب وعندك الاوراق وعندك الكاشي نتاعو وعندك كل شيء موجود كل شيء موجود في الدوش اها باهي سامحني عاود رجع لي جيهان شكرا جيهان كيفاش عامله انت توا كيفاش عايشه تقرا تمشي كيفاش واصله في قرايتك؟ ما حبوش يقبلوك عليه؟ ما حبوش قال لي خاطر انت في الكرسي ما نجموش تخاف ولا تطيح ولا تزيد لك حاجه كيفاش يا اخي فما كيفاش خافوا عليك بالعكس يلزم ها؟ قال لي فما تلاتيت الفوق ما نجموش نقبلوك كان ما بوك يعمل التزام في البلد التزام على اساس شنو هو معناه ما فهمتش يا اخي ما فما سيكوريتي احنا نخلصوها في المعاهد لتلامذتنا اذا كان تصير حاجه شنو معناه الكلام هذا؟ انا معهد انت كوليج رواد ما حبش كوليج رواد ما رفض انك تكون موجوده مشيتش للاداره الجهويه عاش بنتي طالبت بحقك في التعليم مشي وما حبوش يقبلون اداره جهويه تونس اثنين ما نعرفش بالضبط طلبوا لي سي معناها ولينا في مشكلة أخرى توا معناها من الخطأ الطبي اللي خليك على كرسي وليت ما عادش نجم تقرا وليت كيفاش وزارة التربية ما تقبلش تلميذ على كرسي متحرك أنه يكون في صف تلامذة في المعهد نتاعو هذه حاجة ما تجيش بصراحة ولزمنا نشوفه ولزمنا نسأله علاش انت ما دخلتش تقرا باهي قولي جيهان بعد 10 سنين حبيت تحكي حكايتك لوين حبيت توصلها بالضبط خليك انت تتكلم حبيت نوصل لوزير الصحه خرجني لبرا خاطر عندي امل في فرنسا عندي تخصص في فرنسا قالت لي بعثت لها الدوسي ايوه وقالت لي ودي صاحبي بيت لا بالي لي يا ريم على بدني الكل كانين على بدني الكل انا ما عنديش امكانيات نعملهم خاطر يتكلفوا وقالوا لي راه عندك امل في فرنسا نطلب من وزير الصحه يخليني معناها امكانيات اني نخرج معناها خاطر ما عنديش امكانيات باش نعاود عمليتي ونحي لحجيت ونرجع ان شاء الله دقائق هذيك هي امنيتي ما طالبه حتى شيء اخر ان شاء الله جهان صوتك يكون وصل للمسؤولين وللجهات المختصه باش يتابعوا حكايتك ويتابعوا الدوسي نتاعك ان شاء الله يا ربي نسمع خبير به من هنا للايامات القريبه ونحاولوا زيدا نفهموا علاش ما مشيتش تقرا ولا علاش ما تقبلتش والله العظيم كثر الهم يضحك كيفاش ما تتقبلش تقرا في معهد رويد امنيتي الوحيده كنت اني نكمل قرايتي ونجحت للسيتي معناه ومشى بابا لوزير التربيه وعلى اساس تقبلت معناه وكلموا الكوليج نتاع رويد والكوليج نتاع رويد ما حبش يقبلني كان بالالتزام نتاع البلدية معناه كانت تشوف بنتك ورا سررها حاجه احنا مانيش مسؤولين عليها و باهي اش باش نقول لك انا يلزمني نسال عليها الحكايه هذه جهين ونوعدك اللي انا باش نسال عليها ونشوف المعهد ونشوف الاداره الجهويه اللي ينتمي لها المعهد هذايا وان شاء الله يا ربي نسمع عليك كل الاخبار الباهيه يا جهين. دونك كنتوا تسمعوا في حكايه تشعبت شوي اللي كانت باش نحكيوا على خطا طبي ولينا نحكيوا على مستقبل بنيه مسيكنا في كرسي اللي ما عادش نجم تزاول التعليم نتاعها على خاطر المعهد ما يتحملش مثلا انها الله لا يقدر بالكرسي المتحرك هذاك تيح دونك يلزم بوها